اليوم العالمي للسمنة هذا يذكرنا جميعاً وينبهنا جميعاً بنعمة الصحة وأهمية الصحة لنا كأفراد كمجتمع بشكل عام. الواحد يقدر يعني يبتدي فيها ويتدرج بعدين في رياضات أخرى مثل الجري، الدراجات الهوائية، السباحة والعديد من الرياضات المختلفة اللي الشخص يشوف شغفه فيها ويقدر أنه يعني يستمتع وهو قاعد يمارس النشاط البدني هذا بغض النظر عن شو ما كان نوع الرياضة. فالرياضة يعني جزء رئيسي وكبير جدا من كيف أن نحن كأفراد وكأشخاص نقدر نتغلب على السمنة، بالإضافة إلى هناك يعني عوامل أخرى تساعد غير عن الرياضة مثل أنماط الحياة الأخرى في من ناحية النوم، العادات الغذائية، من ناحية أوقات الأكل والوجبات اللي ناكلها، من ناحية متى ناكل وشو نوعية الأكل وشو ناكل بالتحديد. فيعني اللايف ستايل ونمط الحياة بشكل عام الرياضة يكون جزء منه للتغلب على السمنة. طبعاً المبادرات الحكومية والمبادرات والفعاليات اللي تصير عندنا في أبوظبي تنقسم إلى عدة أنواع يعني اللي تساعد على التخلص من السمنة وتشجع النشاط البدني. هناك في يعني مبادرات وسياسات توضعها الجهات المعنية تساعد على أن نشر ثقافة الرياضة، وأيضا الجزء مهم من هذه النصيحة أنك تحيط نفسك إذا أنت تبى تبادر وتباشر على تغيير وتغير من نمط حياتك، دور ناس اللي يشجعونك على هذا العمل وعلى هذا الاتجاه. فالمحيط اللي حواليك وايد يأثر وايد يفرق وايد بيساعدك في أنك أنت تحقق الطموح والشيء اللي أنت تطمح أنك تحققه إن شاء الله.